السلام عليكم أخواتي، ومرحبا بكم على قناة أم أماني. إن شاء الله الكل في تمام الصحة والعافية. وصفة اليوم عبارة عن كيكة الفلون المقلوبة بذوق الكراميل، وصفة أقل ما يقال عنها أنها رائعة المذاق، وهي عبارة عن كيك بارد ملائم لشهر رمضان الفضيل. إن شاء الله تنال وصفة اليوم إعجابكم. إذا كانت هذه أول زيارة لكم للقناة، لا تنسوا الاشتراك فيها وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. نبدأ على بركة الله بالمقادير. أولا نقوم بتحضير طبقة الكيك. راح نحتاج إلى المقادير التالية: 2 حبات بيض، 3 ملاعق كبيرة سكر، 6 ملاعق كبيرة حليب، 6 ملاعق كبيرة زيت، 5 ملاعق كبيرة من الفرينة أو الطحين تكون مملوءة جيدا، ملعقة كبيرة من الكاكاو، نصف كيس خميرة كيميائية، وذوق الكراميل. بالنسبة للطريقة، أولا نقوم بتسخين الفرن على 180 درجة، بعدها نقوم بخلط كل من البيض والسكر بواسطة الخلاط الكهربائي جيدا، ثم نقوم بإضافة كل من الحليب والزيت، وفي الأخير نضيف كل من الفرينة والكاكاو والخميرة وعطر الكراميل. حاضر معنا. الآن نأخذ مول، ممكن نستخدم أي شكل، أنا راح نستخدم هذا على شكل مربع، من الأحسن نستخدم هذا المول الذي يفتح لتسهيل قلب الكيك فيما بعد. إذا نفرغ الخليط داخل المول، ونقوم بإدخاله لفرن يكون مسخن مسبقا على 180 درجة. بعد ذلك نكمل باقي الخطوات بإذن الله. هذه هي طبقة الكيك. بعد ما تبرد تماما نقوم بإخراجها من المول ونتركها جانبا. الآن نمر لتحضير طبقة الفلان. راح نحتاج فيها إلى نصف لتر من الحليب، وإلى فلان ذوق كراميل، هذا العلبة الكبيرة. لتحضيرها راح نستعمل المول الذي استعملنا في البداية. بعد تنظيفه نأخذ كيس الكراميل الموجود داخل العلبة، ونقوم بوضعه داخل المول هكذا، ثم نقوم بإدخال المول للثلاجة حتى تتماسك طبقة الكراميل. الآن نخلط كل من الحليب والفلان، نخلط هذه المقادير ونضعها فوق النار حتى نتحصل على فلون يكون متماسك، ثم نفرغه فوق طبقة الكراميل. الآن نقوم بتحضير طبقة الكريم شانتيي بخلط 150 غرام من غبرة الشانتيي مع 150 مللتر من الحليب البارد بوسط الخلاط الكهربائي. راح نتحصل على كريمة الشانتيي بهذا الشكل.
الآن نأخذ الفلان بعد وضعه على الكراميل ووضعه في الثلاجة حتى يتماسك جيدا بهذا الشكل. نفرغ كريمة الشانتيي من فوق. ونقوم بتعديلها. بعد تعديل كريم شانتيي فوق طبقة الفلان بهذه الطريقة، نأخذ الكيك ونقوم بقلبه على كريم شانتيي هكذا مع الضغط. بهذه الطريقة بعد ذلك ندخل الكيكة للثلاجة لعدة ساعات حتى تتماسك جيدا، ثم نقوم بقلبها وتقطيعها حسب الرغبة. بعد ما تركنا الكيكة لعدة ساعات في الثلاجة، الآن نقوم بقلبها في صحن بهذا الشكل. أولا نقوم بفتح المول بهذه الطريقة. ثم نقوم بقلب الكيكة. بسم الله. هذا هو شكلها. بعد ذلك نقوم بتقطيعها. أنا راح نقطعها على شكل مستطيلات، ممكن أننا نقطعها على شكل مربعات، والتزيين على حسب الرغبة. هذا هو شكل الكيك في صحن التقديم. بعد تقطيعه تحصلنا على هذا الشكل الراقي. أنا هنا زينت بكمية من كريم شانتيي وب قطع من الكراميل، وهذا شكله عن قرب. لاحظوا الطبقات، إن شاء الله تنال وصفة اليوم إعجابكم وتقوموا بتجريبها لأنها تستحق التجربة. وإلى الملتقى في وصفات جديدة بإذن الله.